ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اول فيديو على قناتي الجديدة. طبعا انتوا عارفين سابقا كان ليا قناة بنفس الاسم تقريبا، يوميات رحاب وفيروز، وللأسف اتوقف عليها الربح. فحبيت النهاردة اشارككم فيديو جديد على قناة جديدة، وان شاء الله يا رب تكون قناة حلوة. حبيت اشارككم اول فيديو على قناتي النهاردة، يا رب كده الفيديو يكون عجبكم والتورتاية دي تكون شكلها حلو. ده مشروعي من بيتي، بقدم تورتات كده بسيطة على قد الايد، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله، ويا رب تكون بداية موفقة. ادعموني باللايك على الفيديو، واشتركوا بالله عليكم، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان كل ما ارفع فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. بشكركم جدا، واستنوا مننا اللي جاي احلى.